بمناسبة عيد الطفولة، اطأ الهلال الأحمر الجزائري بمتطوعيه في ولاية الجزائر أن يتجه إلى زيارات ميدانية لزيارة الأطفال خصوصا منهم مرضى السرطان، تقديم الإعانات لهذه العائلات القادمة أغلبيتها من بعيد، أيضا اقتراح أرقام هاتف الهلال الأحمر الجزائري ووضعها في خدمة هذه العائلات. كذلك قدمنا العديد من الهدايا لهؤلاء الأطفال. الهلال الأحمر هو الذراع الإنساني للدولة الجزائرية، وكان عليه أن يكون إلى جانب هؤلاء الأطفال، إلى جانب هذه العائلات، ليؤكد لهم مرة أخرى بأن الجزائر بجميع أطيافها واحدة، وبأنها في خدمة المواطن البسيط، في خدمة الطفل، وفي خدمة جميع الفئات الهشة. إذن اليوم من هذا المكان أيضا نريد أن نطلق الرقم الأخضر للهلال الأحمر الجزائري الذي نضعه في خدمة جميع المحتاجين، 1005 هو الرقم الأخضر للهلال الأحمر الجزائري.